شحات أو قوريني، مدينة تاريخية أسسها الإغريق في الجبل الأخضر في أقصى شمال شرق ليبيا، وتبعد عن مدينة البيضة بحوالي 10 كيلومتر، وتعتبر شحات ثاني كبرى مدن الجبل الأخضر بعد مدينة البيضة، واسمها التاريخي هو الذي منح منطقة شرق ليبيا اسم سيرينايكا. شحات من أجمل مدن ليبيا تاريخاً وحضارة، بل وأصبحت من أحد أجمل 10 مدن في العالم العربي، حيث تحتل المرتبة الثالثة. وتذكر أسطورة إغريقية أن اسم سيرين جاء من اسم حورية شاهدها أبولو وهي تقتل أسداً بيديها، في حين يزعم فريق آخر أن تسمية شحات أطلقت عليها بسبب شح المياه حيث تداولها العرب وسموها شحات. تأسست المدينة في حدود سنة 631 قبل الميلاد عن طريق بعض المغامرين الإغريق، وشهدت أوج ازدهارها من نشاط زراعي وتجاري في القرن الرابع قبل الميلاد، وتعتبر من أكبر المدن الأثرية الواقعة في الجبل الأخضر، وبها أثار كثيرة تعود لعهود مختلفة تجعلها من أشهر معالم الحضارة المتميزة بروعة الفن الإنساني الرفيع. من أهم أثارها الحمامات اليونانية ومعبد زيوس الفخم ومعبد أبولو وغيره من المعابد، والأغورا السوق اليونانية ومجلس الشورى وقلعة الأكروبوليس. ثم جاء العهد الروماني اللي أدخل بعض التحويرات على المباني اليونانية وشيد الكثير من المباني الجديدة التي لا تزال أثارها قائمة، ومنها الحمامات اليونانية والمسرح ورواق هرقل والكثير من المعابد والنصب والسور الخارجي الذي بني في القرنين الأول والثاني للميلاد، كما يوجد بقورين العديد من الكنائس التي تعود للعهد البيزنطي. وبالقرب من المدينة تتواجد المقابر المنحوتة في الصخر والتي بني أغلبها على الطراز اليوناني تصميماً وهندسة، بالإضافة إلى المتحف الموجود بالمنطقة الأثرية واللي يضم العديد من المكتشفات والأثار الخاصة بالحقب المختلفة التي مرت بها هذه المدينة. عندما احتل الرومان الجبل الأخضر في القرن الأول قبل الميلاد أطلقوا على تلك المنطقة منطقة المدن الخمس لاحتوائها على 5 مراكز عمرانية كبيرة، هي قورينا، شحات، أبولونيا، سوسة، تلميثة، توليمايس، ويوهيسبردياس، برنيخي، بلغازي.